الحلاوه فاهمني أيوة ولا مش فاهمني؟ لا فاهمك فاهمك عم ودايما تخلي ودنك مع اللوكيشن مع المخرج الكبير. هسيب ودني في اللوكيشن وانا اقعد فيها اول ما تسمع كلمه مكياج ياش انت بتجري ليه؟ بتجري ليه يا عم حرانكا؟ شوفي انتوا بتجروا ليه؟ بتجروا ليه؟ اختفي ما بعرفش اختفي. هو انا بس اللي ظاهر لك ولا ايه؟ خرجوش لحالة بسرعة تعالى. في امر ربهم بيجروا ليه؟ زلزال ده ولا ايه؟ لا يا اخويا من زلزالك كذب بقى معايا ابوس ايدك خلينا نتجوز. مركز اهو خربوش حركة. إيه؟ اول ما تسمع كلمة حركة تشتغل على طول. الحركة بركة. حركة مش اكشن مش زي بتوع السيما. في السيما بيقولوا اكشن، احنا هنا في السيما حركة. اكشن ايوه يا ابني. حركة مش ركز معايا يا خربوش. معاك 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 حركة يا خربوش. حركة بيقولوا حركة تشتغل على طول. حركة اشتغل على طول. مع حركة حركة هنا. حركة بسرعة. مكانك يا استاذ. يا استاذ اتفضلي هنا مكانك. عظيم عظيم يا استاذ. انا حافظة يا استاذ. يا ريت يلا ستاند باي. كلاب اتفضل. داير 21 واحد اول مره. مارك حركوا هدوء اكشن. انا بحبك قوي يا وفاء، يلا بينا نهرب. ما ينفعش نهرب، احنا لسه هربانين الاسبوع اللي فات. يعني جت على الاسبوع ده وازحت؟ لا ابويا لو عرف هيقتلني. انا مظبط كل حاجه، مش انت بتحبيني؟ بحبك بس ما ينفعش نهرب. يا بنت انا عامل لك في حته الدين حركه اهو. اقفش قالوا حركه. اقفش يا مجنون. استنى فنانه. طوع الفنانه. لا. انت بتعمل ايه؟ بطوع الفنانه دي فوطه زفره. كده انت بتعمل ايه؟ بطوع الفنانه. انت بتعمل ايه؟ دي فوطه زفره. انت مين؟ انا المكياف. انا اسفه يا استاذ. انت اسفه. انت مين انت كمان؟ انا هنا ممثله. اتفضل يا همل طلعهم لي بره. يلا خش جوه. خش جوه بقى. انا ممثله هنا. انا ممثله. اسمعي اكشن. هتحرك كده على طول. حاضر. ماشي اتحرك على طول كده. دخلني جوه اقعد علشان تحط ايدك على المنظر بتاعي. لا 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 يا خربوش. خربوش انا هنا ممثله. يا جماعه انتوا لي حرام عليكم. فين المخرج؟ فين الانتاج؟ فركش. امال انت ما وحشتنيش ليه؟ عشان صورتك في قلبي على طول، ما بتروحش منه ابدا. هاتي ده وهاتي ده. هات يا بنت هاتي الشاحن. هاتي ده ما يبقى كده مش رايقه نفسي. يا بنت طلعي شاحن يفتكرني قفلت السكه في وشك. طلعت عينك من وشك. ايه اللي هيفرع في وش امك ان شاء الله؟ عايزه الشاحن بتاعي ليه؟ عشان تكلمي المسخور بتاعك ده وتقلي ادبك طول الليل؟ يا بنت بقول لك طلعي الشاحن. عيطتي ولا ده مشهد يعني بتتمرني عليه ولا حاجه؟ يا بنت مالك؟ ايه في ايه بتوقعي ليه؟ امك ماتت؟ لا كنتش مت وده شبح. ما تفي بقى يا ام حرام عليك. انا مش بوصاكي كفايه. انا متضايقه. قولوا من المزغوده بنتك. انا غلطانه ان انا سمعت كلامها. انا مالي انا ومال الشغلانه المهببه دي؟ انا مالي ايه اللي حصل؟ مش كان على اساس ان الممثله دي هتوديكي معاها وتشغلك ايه خانوكي؟ طب يا شيخة الحمد لله ان الممثلة ما جاتش وشافت الخناقة بعينيها. كانت زمان الشغلانة بتاعتي طارت انا كمان. لا ما تقلقيش، هي من ناحية طايرة فهي طايرة وبجناحات كمان. في واحدة تاخد معاها واحد بلطجي وش امه نحس خراب. ما لازم الشغلانة تطير. ده موديها السينما عشان يشتغل؟ ده ما يحصلش يشتغل صرصار مفعوص ولا حتى اصغر كومبارس. مع احترامي يعني للكومبارسات. كفايه بقى يا اما كفايه كفايه كفايه. انا عارفه ان انا حظي زفتي بقى. كفايه بس بس بس. في ايه؟ انت واخده الامور جد كده ليه يا بنتي؟ حرام عليكي. معلش معلش يا بنتي، ده انت الحته اللي جوه قلبي. انا بحبك. ده انت كفايه انك طالعه بيضه وملظلظه زي امك، مش طالعه زي اختك السمره الطويله دي. طالعه لابوك اللي زي قلت. والله يرحمه بقى. ده انا
انا بدعي لك في الصلاه لسه داعيه لك وقايله يا رب يا رب يفتحها في وشك في الخير يا ميرفت يا بنت نفيسه قادر يا كريم. تعالي يا حبيبتي تعالي في حضن امك. ايوه النبي خديني في حضنك يا امه. انا محتاجه لك قوي يا امه. صدقني طلعت احنا هنا قوي. طلعي يا بنت طلعي. في ايه رسخه؟ ايه ده؟ دلوعي مش كده؟ ايه جبنه؟ شبطه؟ قومي يا بنت جهزي الاكل يلا ما تتلككيش. قومي. صدقي بالله انت حرامي اتغنى لك ست الحبايب. اه ده لو كلب ما كانش حضني كده. يا بنت الحضاضه. اه ايه ده انت مسروره؟ لا يا اختي مطروده وماليش شغلانه وبجح تراب. بقى يا رب يا رب مش عارفه اتلم على خطيبي علشان اتجوز واغور من وشكوا الزفت ده. انا مش عارفه اجيب لنفسي حته موبايل بدل العره اللي بيفصل كل شويه انت عماله تعايريني بيه. تصدقي بالله؟ طب والنعمه انا معيش فلوس اجيب لنفسي حته قلم كحله اتزوق بيه الخطيب زي ما انت يا اختي تقولي النهارده عماله تزوقي الخطيب. ايه يا بنت؟ أني رزق في زمنها والله. بكرة تزهزه وتحلو. عارفة لما إيمان السيد تكلمك هتتبسطي معاها قوي. ده كل الأوردر بيقول عليها كريمة وطيبة. يا ريت يا بنت يا زبدة. بس يا رب ما حدش يقول لها على العمل الواد خربوش. يا أختي ولا حد هيقول لها ولا حاجة. رزقك هيجيلك لحد عندك يا رب. خد يا بنتي. ايه ده؟ حاجه كده شبرقي بيها نفسك. لا يا اختي خدي خليهم لك انت كل شويه بتعايريني بيهم. ايوه وايه يعني؟ ما انا بديهم لك عشان اعايرك بيهم تاني. 50 جنيه بس. يا بنت فرفشي يا بنت العضاضه. ماشي هيضربش. خربوش خربوش والنبي. الو ايوه يا بيه. يا مربى ازيك يا حبي؟ Thank you.
الله وسع انت كده عشان دي عيال سوا ممكن يلبسوك قضيه تحرش ولا اسع من الموبايل يا تحرش يا انت بتعمل ايه يا حرام ولا ايه ايه ده لا قرب مني يا شق اوبا حبيب بابا حبيب بابا بابا ايه كتبو انت ما عرفتش تربي يا خربوش ايه ده ترفع المطوه في وش ابوك برضو طب انا اخسر يابا هات المطوه دي اتفضل يا اخي تركي حرامي 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 يا باشا يا باشا قلت لك هو ده اللي سرق مني المحمول يا باشا انا شايفاه بعيني اللي هياكله من الدود وطلع يجري زي الصاروخ يا باشا بس يا بنت مش عايز يسرق هنا وربنا يا باشا ما سرقت منها حاجه هي ضربتني بالمطوه واتكتروا عليا وعوروني اخرس يلا هم اللي عوروك اسمك يا بنت اسمي مرفت مرفت يا باشا طلعوا بطايقكم اتفضل يا باشا وانتي انا ايه بطاقتك فين بطاقتي يا باشا حضرتك انا مسروقه البطاقه كانت في البوك والبوك سرقها هو والمحمول ما تركز معايا شويه يا باشا اسمها مرفت يا باشا والشهره مربى انا ما اعرفهاش ولا انا يا باشا يا ابن اللذينه كده يا خربوش مش لازم يبقى في حد جوه حد بره عشان نعرف نتعامل تمويه تمويه ماشي انت اسمك ايه ها اسمك ايه خربوش يا باشا خربوش وبيدلعوني يقولوا لي يا خروب خروب وانت بقى مربى مربت ايه بقى فراوله ايه ده انت عرفت ازاي يا باشا الله اكبر الله اكبر في يا بت هو الباشا بيبص لك كده ليه متهيألي كده والله اعلم انه بيشبه عليا كمني بقيت ممثله يعني وبطلع في السيما طب لمي نفسك بدل ما اخبطك علقه افرج عليك امي تلاقي لها الا الله طب اقول لك ايه لو طلب مني يتصور معايا اتصور كده عادي يعني ولا اعمل ايه بطلي مياسه بدل ما اديك على قفاكي حاضر حاضر مش دي بنت المتاعه الهجامه؟ ايوه يا باشا لما ايوه سايبها ليه؟ ارميها انا لحد ما نشوف هنعمل فيها ايه؟ يرموا مين؟ انت باين يرموا مين يا خربوش؟ انت باين هو في ايه؟ انا مش فاهمه حاجه يا حضره الباشا انا المحمول بتاعي اتسرق في ايه؟ باشا نمشي احنا بقى؟ نمشي طب شكرا شاكرنا يا باشا يحيى العدل يحيى العدل الف شكر يا باشا الف شكر خربوش انت باشا سايبني تلاقيش يا بنت تسيبنيش يا خربوش انا خايفه يا خربوش متخافيش متخافيش ده قضيه في شنك كلها ثلاث سنين يعدوا هوا وتبقى مية مية وانا اكون كونت نفسي علشان اعرف اتجوزك انا هعمل لك قضيه ترج البلد عند الحاج احمد ضحى المحاسب هنا تلاقي يا جبل ودي يا خربوش يا حي العدل يا حي بتبصوا كده ليه؟ لا ابدا ولا حاجه يا اختي بيتك ومطرحك بس اوعي تكوني جايه اداب لحسن انا جبتك تتلبش منك اه اخسى عليكي يا بنتي يا فيفي دي شكل اداب دي ايه يا بت ما بقيتيش بتميزي ولا ايه؟ ما شفتيش البنيته الجميله دي؟ دي شكلها جايه من سياحه وفنادق اجري هاتي دي هاتي جرايه يا لطافه جرايه استظراف بقول لك ايه؟ انا اللي فيا مكفيني وانتي فيكي ايه يا اختي كل واحده تحط لسانها جوه بقها والا قسما بالله باللي في رجلي بس يا بنت انت وهي اقعدي ساكت يلا قومي قدامي وانا حضرت الظابط خليكي قاعده اقعد بقلي السودا دي ماشي يا خربوش الكلب قطعت نفسي بقلي ساعه يا اخويا واقفه بفاصل معاك ومش عايز تدهالي اما لما كنت زبونتك خلاص مش عايز خلاص تعالى يا ابو مستني ايوه كده ناس ما بتجيش غير بالعين الحمراء بقى قابلني لو جيت خدت منك حاجه تاني خد مش عايزه منك حاجه ايه زبده انت لسه بتشتري من الصبح ما زهقتيش انت فين يا زيكو كل ده بكلمك يا اخويا محمولك مقفول وقالوا لي في السوق اللي انت جريت انت ومربى رحتوا فين دي مسطوله ولا مش دارانه باللي بيحصل اختك قفشتها الحكومه يا مصيبه
فين؟ وانت بتقيسي العبايه سمعتها بتصرخ وبتقول موبايلها اتسرق، جريت وجريت وراها، قفشنا الحرامي ورحنا على القسم اتحبست وانا وخربوش خرجنا. يا خرابي يا خرابي، وديني عندها يا حبيبتي يا اختي. اوديك عندها فين؟ ده انا جاي اقولك مش عايز اعرفك تاني. اه يا بطي يا زباله، كان عندك حق يا اختي يا مربى، كان عندك حق، ربنا يفك سجنك يا غاليه. هي دي بكام؟ نهار اسود، ده كل اللي جوه خرجوا. ايه بقى الاسم قرب يقفل والبت لسه ما خرجتش، دي خدت اعدام دي ولا ايه؟ انت هنا يا صايع يا ضايع يا نادلي يا جبان. مستنيكي مستنيكي يا وش البلاوي. لا راجل ياض، امال كنت عايزانا اتحبس معاك انا؟ روخر 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 يا بلدي يا بيئه، اسمها راخر، خليك ستايل وبعد كده تقول يا بيبي. بيبي يا بت، ده انت خارجه من الاسم، انت فاكره نفسك خارجه من الحضانه؟ انت نسيتي نفسك يا معتقه. مين معتقه دي يا بت؟ امك؟ امي ايه؟ هما بس شبهوا فيا يعني، كمني بقيت ممثله وبقيت بطلع في السينما والتلفزيون كتير، هنعمل ايه بقى يعني؟ هي ضربت الشهره. يا ما قلتلك يا ما قلتلك الشغلانه دي هتسيحلك على الفاضي، واحنا مش بتوع الكلام ده. اعمل ايه بس يا واد يا خربوش؟ وانا يعني بشتغل ليه؟ مش عشان اساعدك ونتجوز؟ دلوقتي الشغلانه ضاعت، وزمان امام السيد بتدور عليا ومش لاقياني. مين امام السيد ده يا بت؟ علاقتك بيه ايه؟ امام ايه؟ امام السيد اللي هشتغل معاها مساعده ولبيسه. الله، افتكرتها. لا ما تقلقيش، تلاقيها لسه ما شحنتش. ما كانش موبايل بشريحه مملحه وبطاريه منيله معفنه اللي انت عامله عليه الفرح ده كله وبهدلنا البهدله السودا دي؟ يلا، هو فين الواد زيكو؟ مين الواد زيكو ده يا بت؟ ايه ده يا خربوش، انت بتغير عليا يا واد؟ لا عادي، ده مجرد استفسار. طب ايه رايك بقى ان الواد زيكو ده كان عينه مني؟ عينه منك ايه يا بت؟ ما تتكلمي عادل يا ابني. ما تقلقش، ما انا قلت له ان انا مرتبطه. مرتبطه بمين يا بت؟ يا ابني مرتبطه يعني مخطوبه، مخطوبانه. ايوه ايوه. هو لا بقى لما ما لقاش مني رجا راح دور على البت زبده. عشان كده. عموما هو خد بطاقته ومشي. معفن ونادلي، هو روخر. روخر ولا راخر، ما ترسلك على حل، ما توجعيش دماغنا. يا اخويا بقى، يا نهار اسود. ايه؟ ايه ده؟ الحرامي فين؟ مين الحرامي ده يا بت؟ علاقتك بيه ايه؟ يا ابني الحرامي مع المحمود بتاعي. الله. الحرامي اللي بتاع يابا. مشي هو كمان وقال لي ما تنساش وانت راجع بالليل يابا تجيب لنا معاك عيش وجبنه. انا مش هجيب بقى، انا ما معيش فلوس. ايه هو انت كنت ناوي تجيب؟ ده طالب زيتون ولانشون وليله سودا، انا مش هجيب. اجيب بتاع ايه؟ انت بتهزر ورايق وفايق. يلا يلا وديني العم حرنكش، هو الوحيد اللي يقدر يوصلني لإيمان السيد. يلا انا تعبانه. طب تعال تعال موصلك بالتوك توك. يلا التوك توك التوك توك التوك فين؟ التوك توك كان هنا، ده انا نسيت التوك توك. التوك توك راح فين يا بربا؟ مالناش، عرفني، ما تدور عليه في اي حته هنا ولا هنا. ادور عليه؟ هو ميداليا واقعه. التوك توك راح فين يا مربى؟ كله بسببك انت يا وش البلاوي يا وش النحس. لا لا، ايوه اروح اعمل ايه؟ اروح اقول لايه المعلم بورصه انا دلوقتي؟ بورصه ايه؟ اسمه حرباي. المعلم نيله حربايه، قليل لما بخف وشي. كله منك انت يا وش المصايب يا وش البلاوي يا وش النحس، حسبي الله ونعم الوكيل. يا نهارك اسود، انت بتتحسبن عليا يا خربوش. روح. أيوة. ادي اخرت ماشي وراكي، ادي اخرت ماشي وراكي يا عم. روح بقى اعمل محضر في الاسم، انا هروح لعم حرنجش. يلا اعمل ايه انا دلوقتي؟ اخرب بيت ده يوم. اعمل ايه يا لهوي؟ محضر ايه وليلة ايه بس؟ كل ده امل، كل ده امل يا ولاد المأمل. الله يخرب بيت ابوك، كنتوا نايمين في زريبة. اعمل فيكوا ايه؟ اعمل ايه فيكوا؟ ده الواحد عايز ابصها كهربك عشان دماغك تنضف منك ليها. واقول لك ايه؟ اعطيني الجد تقولي لا. ماشي حاضر، منك ليها. وريك لسه دور الجاي. ايوه اما اشوف الباب كتكم القرف عليكم. شاطرين الا في الحشر والاكل، مش عارفين تنضفوا نفسكم. نعم، مين؟ عم حرنكش انا يا ست. انت مين انت عشان جاي تسالي على حرنكش جوزي؟ انا مربى. ايه؟ ايه زفت
زفت مرفت كومبارس معاه في الشغل. فنانة شابة يعني. ليه يا حبيبتي ليه مش معاكي تليفونه ولا هو معاه تليفونك؟ تتصلي بيه قبل ما تيجي هنا؟ لا يا حبيبتي، معايا رقم تليفوني ومعايا رقم تليفونه، بس منهم للاولاد الحرام الله يخرب بيوتهم سرقوا المحمول مني. خايفة يا اختي يكون اتصل بيا ولا ست ايمان اتصلت بيا يضيع الشغل عليا. طب وانت بقى مين اللي وراكي بيت حرنكش جوزي وجابك لحد هنا؟ يا دي النيلة على الاسئله اللي مش هخلص منها. ما هو انا لما اخذ جارتكم بعديكم ثلاث شوارع. انا اخت زبده. هي فيها زبده. بقولك ايه، عندي دي جوه، تعالي يا حبيبتي نعمل كيكه عشان اكلك كيكه. يا الله في ناحيه. قومي يا عين امك اقعدي هنا يا اختي وانت تعالي. قومي يا اختي، قومي يا اختي، اما افليكي انت كمان تاكل بالقرف في الحجر الحلو. تعالي يا اختي الحاجه تسرح عليا. تعالي. زبتك يا نهار السود عليكي. يا بت مربى، انت سكران ولا ايه؟ انت نازله منين يا بت؟ يا لهوي، انا يا خرموش، انا وليت ولا ايه؟ انت مالك بقيتي شبه امك كده ليه؟ حرنكش ده مش متجوز واحده ست؟ لا، ده متجوز بلدوزر. ادتني حته روسيه كنت هروح فيها زي ما الشغل راح يا خرموش. الله يلعن ابو الشغل اللي بهدلنا البهدله السودة دي. طمني، عملت ايه في التوك توك؟ توك توك ايه اللي هلاقيها مربى؟ ده توك توك صغير اي حد ياخده في ايده وهو ماشي، وبعدين التكاتك كلها شبه بعضيها. يا نهارك اسود، يعني ما لقيتوش؟ طب عملتي محضر ولا لا؟ ما انا الصراحه خفت ادخل اعمل محضر الا الظابط يشتبه فيها زي ما اشتبه فيك. حرام عليك يا خربوش، اقول فيك ايه بس؟ ما انا سايباك عشان تعمل محضر. في ايه يا خربوش؟ حرام عليك. اللي حصل بقى، العمل عمل ربنا. بصي، احنا احسن حاجه نفسخ الخطوبه. يا هتنيل على عينك، هو احنا لبسنا دبل اصلا؟ انا كان نفسي قوي اشتغل يا خربوش. امنيه حياتي كنت ابقى لبسه قد الدنيا. الناس كلها تقول لي اللبسه راحت، ان اللبسه جت، اللبسه راحت واللبسه جت. وانا كمان كان نفسي اشتغل ويبقى عندي توك توك ملك بتاعي لوحدي، اشقلب بيه واعمل بيه خمسات والناس تشاور عليا وتقول صاحب التوك توك اهو، العبيط اهو، العبيط اهو. يعني يا ربي، هو حرام عليا امسك شويه فلوس في ايدي؟ امنيه حياتي اعمل كده واتف واعمل كده واتف وعد واعمل كده واتف وعد ايه؟ وانا كمان كان نفسي في جراب موبايل قوي. موبايل؟ موبايل؟ لا. ايه؟ موبايل؟ لا، ما حدش يجيب لي سيره الموبايل. فيها بيت؟ موبايل؟ لا. فيها بيت؟ موبايل؟ لا، ما حدش يجيب لي سيره الموبايل. انت الخبطه اثرت على دماغك ولا ايه؟ اهدي يا بيت. الموبايل؟ اهدي. لا، الموبايل لا. ضربوك بايه؟
أين لك هذا؟ لتلنا ولماذا؟ ولت منك فريش وش القفص وطازة وحياة أبوكي رقي نفسي تحليلي بقي وحياة أبوكي رقي نفسي تحليلي بقي وحياة أبوكي رقي نفسي تحليلي بقي يمكن ربك يسهل بقى وتقلب جوازة اهلا وتديني قطة مش مستحمل يا قطة اهلا وتديني قطة